السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جايب شوية أسئلة لمدام ياسمين عيسى، بس قبل الأسئلة دي أنا عايز أوضح في ثواني كده إننا معشر الرجال بنحب نحترم الرجالة جدا خصوصا في غيابهم. إيه؟ في رجالة مش بتعمل كده؟ بس ما تقوليش عنهم رجالة بس، وعشان احترامي للراجل بتاعك يا ست ياسمين يا مدام ياسمين مش هجيب سيرته، هكلمك أنت بس. سين، تقدري تعترفي إن كل اللي أنت بتعمليه ده عشان تركبي الترند؟ سي، طب تعرفي ان انت لما جيتي تركبي الترند الترند هو اللي ركبك؟ سي، هو انت كنت بتحلمي تكوني جاريه؟ عايزه تخلي الست جاريه؟ عايزه تخلي المدام مداس؟ سي، عايزه كل ست تقول لجوزها يا استاذ وانت بس اللي تقولي له يا محمد بالصوت الشتوي والصوت الصيفي؟ هو انت بجد بتقولي لجوزك يا استاذ؟ طب انت بتقولي يا استاذ دي في الصاله وفي الصالون يعني وفي المطبخ وكده وفي اوضه النوم؟ بتقولي يا استاذ؟ طب وانت حامل وعماله تصوتي كده وبتاع بتقولي له ايه؟ والنبي يا استاذ تعالوا اديني المستشفى؟ يعني مثلا كده ممكن ليك بتقولي له والنبي يا استاذ انت بالك شويه ما خدتنيش في حضنك ولا طبطبت عليا؟ ده انا وحشني حضنك قوي يا استاذ، ما تنساش تسيب لي المصروف وانت نازل يا استاذ. بجد بتقولي له كده؟ ننصح فعلا الناس لو دي نصحه مع جوزك يا مدام ياسمين تبقى ممكن تنفع مع بقيه الرجاله. وبعدين انا كراجل بقى يعني مضحوك علينا من زمان، عايزين نفهم دي بتتقال بالصوت الشتوي ولا بالصوت الصيفي؟ ها يا استاذ اسمح له. طب هو انت بجد مش بتخلي جوزك ينزل السبب؟ مش بتخليه يشيل الطلبات وهو ماشي في الشارع؟ بجد بيصعب عليكي شعور التلاميذ بتوعه لو شافوه في الشارع ماشي في الحاجات دي؟ شعورهم هيبقى وحش؟ ده الاستاذ بتاعنا طلع راجل وعنده بيت وبيقضي طلبات البيت بتاعته وكده، فبتشيل انت الحاجات عشان كده؟ ده بجد؟ يعني ده بمزاجك يعني ولا ده بالجزمه اللي هو كان بيدوس بيها على السجاده؟ ياستي يا سمحنا. وبخصوص السجاده صح، طب هو جوزك لما كان بيدخل يدوس قصدي على السجاده وهو لابس جزمته في رجليه، ده كان عشان ايه يعني؟ عشان هو سالي ويحب يشوفك يعني بتعذبي وبتتضايق وكده، ولا هو البعيد مش بيحترم تعبك ولا بيقدر مجهودك في البيت؟ احنا عايزين نعرف السبب عشان احنا كمان نتعلم من خبراتكم يا مدام ياسمين. طب ينفع تمشي في السجاده طيب ولا لازم استاذ؟ عشان الاستاذ دي غريبه شويه يعني، ما ينفعش ماشيين في الشارع وتقول له يا استاذ وبعد كده بانجلشها، مش هيبقى مظبوط ده يعني. انت بتقولي تعامله طفل صغير، ازاي بقى طفل صغير وما بتدلعوش ولا الدلع عندك انت وبس يا مدام ياسمح له؟ كل واحده تكلم جوزها بالالقاب. انت بس اللي بتتكلمي معاهم كده. بالشتوي بقى والصيفي براحتك يعني، هدوم ولبس، قصدي غسيل ومكوى. الارقام دي تحسس الناس ان في كده رسميات كده ولا شغل رسمي؟ ده لسه في اسئله تاني. هي نصايحك دي للستات كلها ولا للستات اللي متجوزين راجل زي جوزك يا مدام ياسمين بيدهوس كده على السجاده بجزمته وهو جاي من بره يا مدام ياسمين؟ لا بجد، هو صوره جوزك المدرس ده هتتهز فعلا لما يبقى شايل السبب او بيدلدله من البلكونه كده والتلاميذ بتوعه يشوفوه؟ هتبقى صورته يعني وحشه؟ هتبقى اوحش يعني لما يشوفوا مراته هي اللي شايله وهو ماشي بس ازاي؟ اوحش من لما يلاقوا وهو واقف كده زي الباشا ومراته هي اللي بتدلد السبب كده حضرتك؟ سين، هو انت بجد مقتنعه ان كتف جوزك بالدنيا؟ انت كتف جوزك بالدنيا بجد؟ مدام ياسمين خدي بالك، كتف جوزك اللي بالدنيا ده بيساوي كتفك المكشوف ده بالاخر، تصدقي؟ والله كتفك المكشوف ده بالاخر هو كتفه بالدنيا فعلا، عندك حق كتف جوزك بالدنيا صح يا مدام ياسمين. في سؤال خايف انساه صح بسرعه، الكلام اللي انت بتقوليه ده او اللي بتقريه ده ما بيحطوكيش بالتشكيل ليه؟ عشان انت بتنطقي كده حاجات بتنطقيها غلط فعلا، يعني المفروض يحطوها لك متشكله يعني، مش لازم يتعدل لك في الايربيس كده بيبقى الشكل مش ظريف على فكره، ولا انت اصلا جاي حافظه غلط؟ سؤال كمان، ياست ياسمين بعد اذنك. ايوه ياست ياسمين، هو انت عارف الراجل المصري بجد؟ عارفاه فعلا؟ طب عارف ان الراجل المصري بيكره الست منزوعه القرابه؟ عارفه ده؟ منزوعه الشخصيه؟ عارفه ده عن الراجل المصري؟ حتى لو باين ان هو بيحب ده، لو اللي عندك ما هو تقريبا يا مدام ياسمين اللي عندك بيحب ده، بس انا اللي اعرفه في الرجاله المصريه ده انه ما بيحبوش ده خالص بصراحه. بيحبوش الست المنزوعه دي خالص يعني. بصي كفايه عليكي في اسئله بالهبل والله، بس انا عايز اقول لك الراجل المصري بيحب الست اللي عندها كرامه مش منزوعه الكرامه خالص دي. ومني بقى للستات خدوها مني ان انا ايه من الرجاله واعرفهم شويتين ثلاثه عن الست ياسمين اللي هي تعرف راجل واحد بس هو ده اللي اتجوزته، ما اعرفش اتجوزت كم مره، كم عدد
زيجاتك يا مدام ياسمين؟ كم عدد علاقاتك مع الرجال يا مدام ياسمين؟ كم راجل اتجوزتيه او كم راجل خطب؟ ما ينفعش نقول اتخطب لان انت بتقولي جزمه وسجاده وثبت ويا استاذ وتتكلمنا الحاجات دي نتائجها مفعوله وصوت شتوي وصوت صيفي. يا مدام ياسمين ايه؟ ما اتجوزتش؟ ياسمين عز ما اتجوزتش؟ يلا رسو دونيل هي ما اتجوزتش؟ يلا رسو دونيل وفتح علينا كل الحاجات الحلوه اللي هي عماله تقول فيها دي؟ ده اسر الليل؟ يعني في الاخر ده اسر الليل انت بتدوري على الموجود وبتحاولي تخرب عليهم؟ فاكره الراجل هيبص يعني لدي؟ طب بصوا يا ستات سيبكم بقى منها خالص، سيبكم من ياسمين دي خالص، ياسمحنو دي خالص اللي هي طلع ما لهاش اي تجربه خالص، دي غريبه جدا غريبه جدا ما اتجوزتش بجد بجد. قولوا تاني كده في الايربيز، بيقولوا لي في الايربيز ما اتجوزتش بجد. طب مش تقولوا لي يا جماعه من الاول بدل ما انا عمال اقول لها يا مدام ياسمين. طب معلش انا عايز الستات بس ايه اقول لهم كلمتين بما اني من الرجاله، يعني ايه هقدر افيدهم عن الست ياسمين شويه، واقول لهم اكتر حاجه بيحبها الراجل المصري ايه والراجل عموما اي راجل على وجه الارض، الذكر بطبعه اكتر حاجه تجيب الراجل والراجل يحبها جدا فعلا الطاعه. الطاعه اللي تخليه كده في الصباع، دبله في الصباع، الطاعه ودي جايه شرعا وهو الراجل دي طاعه شرعا وربنا قالها عشان هو الراجل فعلا بيحتاج الطاعه. الطاعه دي يعني حاضر وطيب وماشي ومش تنزع الشخصيه بقى، لا حاضر حاضر يا سيد ماشي. بعد خمس دقايق اضحك عليه بقى، انا بقى اضحك عليه بعقلي كده خلاص انا اديته الحاضر وهو ارتاح واستقنيص وموسيقى ها كده على الاخر خلاص ابدا اتكلم معاه بقى خلاص. مش كده مش ند ند كده، مش مسترجله قدام الراجل ولا ممسوحه الشخصيه ومنزوعه الكرامه والممسحه احسن منها الست اللي انت بتربيها دي. الحمد لله انت ما عندكيش بنات، لما تتجوزي هنحتاج نشوف الكلام ده. ياسمين انا كنت بقول يا مدام، ما كانش حد قال لي في ودني بصراحه والكلام مكتوب قدامي على الشاشه مش باين كويس، معلش لازم من غير تشكيل. انت مش عايزه تخليها مدام، انت عايزه تخليها مداس. يبقى لو هدي نصيحه للست الطاعه، اقول له حاضر وطيب وماشي سواء بيعمل ما بيعملش مكفي مش مكفي هقول له دي، وبعدين ابدا بقى اتكلم معاه بالراحه. انا قلت لك حاضر هنجيب كذا، اقول اللي انت قلت عليه مثلا او هنعمل كذا، وبعد شويه ابدا اقول له طب ايه رايك في كذا، ما انت مش راجل زيه فايه رايك في كذا، وابدا واحده واحده اتكلم معاه. لو انا عندي هدف وعايز اوصل له، انما انت عايز الهدف من جوزك وهتاخديه منه بالخناق مش هيحصل، مش هيحصل، ولا تاخدي منه حاجه بالخناق ولا هو هياخد منك حاجه بالخناق، مفيش بالخناق بس. وانت بالادب والصوت الدافي هيقتنع، الصوت الدافي مش الصيفي ولا الشتوي اللي هو الحاجات الخزعبليه دي اللي احنا مش فاهمينها دي. هي طلعت هي قالت اصلا ان الكلمتين دول جايه لنا بحاجه ما جاتش في اي حته قبل كده، فعلا ما جاتش في اي حته قبل كده. انا اعرف لبس صيفي ولبس شتوي، بس للاسف بقيت بشوف الصيفي والشتوي مكشوفين، الاثنين صيفي على البحر شويه وعلى البحر. اصل زي ما قالوا زمان يا ست ياسمين ان المحن ملوش رجلين. اول كده ما هتتجوزي من غير ما تتجوزي مع اول مشكله انا نفسي حد يزنق عليكي بالعربيه كده راجل برضه راجل ويكون اسمه محمد محمد وينزل عليكي وليه كده يا محمد، وبقى صيفي شتوي زي ما انت هنشوف احنا بقى ايه الغجري اللي بيطلع طبعا صح. المحن ملوش رجلين يا اسمحنا. حبيتي تركب الترند يا ست الكل؟ الترند رجلك، انا قلت كله اتكلم اطلع انت كمان بقى ايه بالمره، بس نسالها شويه اسئله كده منتظمه يا ست ياسمين. وهختم في الاخر بنصيحه ليكي يا ست ياسمين، يا اللي عماله تنصحي في مراتاتنا انهم ما يتخلوا عن شخصيتهم خالص كده ويلعبوا ويبقوا ممسحه في الرجلين، عشان انت ست زي الهق كده وبتستاهلي، والهق دي شتوي على فكره. خلي عندك شويه شخصيه وخلي عندك حبه كرامه مع جوزك مع عيالك مع اي حد، خلي حبه قرار وحبه شخصيه وهتبص تلاقي انه بيعاملك فعلا زي الملكه وزي الاميره، تقولي له بس طيب وحاضر وماشي وخلاص وهو هيبقى خدامك. انت الكلمه دي ما تعجبكيش؟ لا لا، الراجل يبقى خدام الست، طالما هي ست الكل يبقى هو خدامها. وبجد ربنا يهديكي ويديكي على قد عملك، او ربنا يهديك على قد عملك، ولا هو ربنا يهديكي؟ ربنا يهديك. اما انت تبقى خايفه على الحريم قوي كده بتوع مصر وخايفه على جوازاتهم وبالمنظر اللي انت بتقوليه ده، لا مؤاخذه يعني
نخبي كده شويه ونخبي رجلنا شويه ونقعد قعدات تليق ببنت بنوت. يا ست ياسمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.